النهاردة هعمل معاكم الجلاش بطريقة فوق الرائعة، سهلة وسريعة وطعمها هيجنن. هنعمله بحشوة طعمها فعلا مميز وخفيفة وكمان مغذية. الجلاش بيكون من بره كده مقرمش ولذيذ، ومن جوه بيكون طري. انا هقولكم كمان ازاي تحافظوا على الطراوة بتاعت الجلاش. المهم قبل ما نبتدي وصفتنا، ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو، علشان اللايك بتاعكم بيفرق معايا كتير جدا. انا بحبكم جدا وبعمل كل جهدي بصراحة علشان اقدم لكم الوصفات اللي تريحكم واللي تفيدكم. انا جبت طاسه وحطيت فيها شويه زيت، ولما سخن الزيت جدا طبعا مش هننزل بالبصل غير لما الزيت يكون سخن جدا علشان البصل ما يشربش الزيت. المهم انا قطعت بصله كبيره، ممكن تقطعيها على ايدك بالسكينه او ممكن نفرمها في الكبه، بس ما تفرموهاش ناعم علشان تنجز معانا وما تشربش برضو كميه كبيره من الزيت. هقلب البصله لغايه ما لونها يبقى ذهبي، ما تستنوش لما لونها يغمق عشان تبقى خفيفه كده على المعده. وبعدين لما بقى لونها ذهبي، انا قطعت 3 بطاطسات حجمهم متوسط، هنقطعهم مكعبات صغيره جدا، يعني حاولوا تقطعوا اصغر حجم من مكعبات ممكن توصلوا له. ممكن تسالوني نبشر البطاطس في المبشره بتاعت البصل، هقول لكم لا، في وصفتنا النهارده يفضل ان احنا نعمل البطاطس مكعبات صغيره. هقلب البطاطس لغايه ما احس كده ان هي ابتدت يعني تدبل، يعني استوت كده نص تسويه. وبعدين هنقطع فلفل الوان، او لو مش عندك فلفل الوان ممكن تقطعي فلفل اخضر مكعبات صغيره. انا بحتفظ بالفلفل الالوان بالطريقه دي كده في البرطمان في الثلاجه. هسيب لكم الطريقه بتاعته على فكره تحت الفيديو لو كنتوا لسه ما شفتوا يعني الطريقه دي. الطريقه دي سهله ومنجزه على فكره، وبتوفر لي الفلفل عشان ما يقعدش يدبل في الثلاجه لو فضل فتره طويله يعني. المهم هنقلب الفلفل مع البطاطس مع البصل شويه حلوين كده على النار. دلوقتي هنبتدي نضيف التوابل. انا ضفت ملعقه صغيره من ال7 بهارات وفلفل اسود وملح، ممكن تضيفه لو مش عندك 7 بهارات، يعني هتضيفي كزبره، كمون، فلفل اسود، بابريكا. ضيفي البهار اللي انت بتحبيه، ممكن تضيفه برده نص ملعقه من خلطه البهارات السحريه او بهارات الفراخ، يعني اللي يعجبكم الطعم ده يعني في ايدك انت. دلوقتي انا ضفت شويه من الخضار المشكل اللي هو يعني بسله وجزر، ممكن تضيفوا على فكره اي نوع خضار انتوا بتحبوه. لو عندك كوسه ممكن تقطعيها مكعبات صغيره برده، لو عندك جزر ممكن تبشري جزره. يعني انا بقول لكم الاختيارات اللي ممكن يعني تكون موجوده عندكم في الثلاجه. دلوقتي انا ضفت نص كوبايه ميه علشان اكمل تسويه البطاطس والبسله. وبعدين ضفت مكعب مرقه، ومكعب المرقه اختياري لكن هو بيعزز الطعم جدا. غطيت عليهم وسبتهم على نار هاديه جدا جدا على اوطى حاجه علشان البطاطس تكمل تسويه. هستنى لما تشرب كل الميه وبعدين هختبرها، لو البطاطس استوت وبقت كده زي الزبده خلاص انا بطفي عليها، لكن لو كانت لسه قاسيه ممكن نضيف شويه ميه صغيرين تاني، يعني ربع كوبايه. المهم هستنى لما تشرب كل الميه. دلوقتي دهنت الصينيه اللي هشكل فيها الجلاش، وضفت 3 ملاعق من الدقيق وملعقه صغيره من البيكنج باودر، وهضيف شوية زيت بالتدريج لغاية ما العجينة دي او خليط التوريق ده يبقى معايا كده عامل زي القوام الكريمي، فاهمين انتوا؟ هوريكم دلوقتي. المهم بنقلبهم كويس جدا مع بعض، وهي خلطة سهلة وسريعة وحلوة جدا، هتخليلي الجلاش يبقى مورق وطري. بص هو ده القوام اللي احنا محتاجينه، بيكون بالشكل ده، ما تبلغوش قوي في الزيت، يعني خلوا القوام بالشكل ده. هنا كان عندي لفه من الجلاش، يفضل تستخدموا الجلاش اللي بيكون طري كده وفريش من عند الفطاطري. هاخد كل طبقه هتكون عباره عن ورقتين من الجلاش. طبعا انا نظفت الرخامه قبل ما اشتغل عليها، وبعدين هغطي الجلاش بالفوطه علشان الجلاش من الحاجات اللي بتنشف بسرعه من الهواء. هاخد الخليط بتاع التوريق ده اللي انا عملته دلوقتي، اللي هو خليط الزيت مع الدقيق مع البيكنج باودر. هبتدي ادهن ورقتين الجلاش زي ما اتفقنا. كل طبقة من الطبقات الجلاش اللي انا بدهنها دي بتكون عبارة عن ورقتين بس من الجلاش. بدني اول الطرف كده علشان يبقى يعني تقيل كده ويستحمل الحشوة، وهبتدي اضيف الحشوة زي ما انتوا شايفين كده، بوزعها كويس وببتدي الف الجلاش واضغطوا عليه كده، يعني علشان ما يبقاش مفكوك، يعني يبقى ماسك نفسه كويس. تمام كده، وبالنظر كده هنبتدي نقطع الجلاش 3 قطع. هاخد الـ3 دول اللي انا قطعتهم وهرصهم في الصينية اللي انا دهنتها.
طبعا لازم ندهن الصينية عشان الجلاش ياخد لون حلو من تحت. تمام كده سويتهم. الصينية دي على فكرة مقاس 30 في 30، اخدت ورقتين تاني من الجلاش زي ما اتفقنا، كل طبقة بتكون عبارة عن ورقتين من الجلاش، وهدهنها من خلطة التوريق اللي انا عملتها دلوقتي. المهم ان احنا لازم ندهن الاطراف كويس، الاطراف اهم حاجة علشان ما تبقاش ناشفة كده وتتكسر معاكي. وبعدين تانيت الحتة اللي قدامي دي، وهنضيف الحشوة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هلف عليها وهضغط عليها كده، يعني هشد عليها علشان تبقى ماسكة نفسها كده وشكلها حلو مترتب. بعدين وهنقطعها زي ما اتفقنا كده 3 قطع، يعني الى حد ما حاولوا تخلوهم يكونوا قد بعض، يعني انا عارفة ان انتوا اشطر مني هتعملوها احسن مني. المهم انا خلصت كل الصينية، وبعدين دلوقتي هنبتدي نعمل التشريبة بتاعت الجلاش. انا حطيت كوباية الا ربع من المية، مية سخنة، وحطيت فيها مكعب من المرقة، واستنيت لما التشريبة دي بردت، يعني ما ينفعش احطها وهي سخنة ولو هي دافية حتى، لازم تبرد تماما على الجلاش علشان ممكن يعجن منك. بضيف بالملعقة كده كويس جدا ووزعه على كل الجلاش، ما تضيفوش كمية كبيرة من التشريبة دي على الجلاش علشان ما يتعجنش منكم. طبعا بوزعه كده وميله يمين وشمال علشان كل الجلاش يطول من التشريبة. والوش احنا هنلونه بايه او هنديله لون حلو بايه؟ ضفت ملعقة من الزيت، وضفت ليها نص ملعقة من البابريكا، وهبتدي ادهن الوش. الدهان ده هديله لون حلو جدا جدا. هوزع كل الدهان، يعني هدهن كل الوش بالفرشة كده دهنة خفيفة. وبعدين خلاص كده بقت جاهزة معانا. انا كنت مولعة الفرن، اول ما الفرن يسخن جدا جدا هدخل عليه الصينية بتاعت الجلاش على الرف اللي في النص، او في اعلى رف من الفرن من فوق، يعني الاتنين كويسين. المهم مش هنحط الصينية دي في الرف اللي هو قريب من النار تحت، لازم يا في النص يا فوق. هخليه في الفرن لغاية ما الجناب يبقى لونها ذهبي، بعدين هطفي الفرن وهولع عليه الشواية لغاية ما ياخد اللون الجميل اللي قدامكم ده. خلوا بالكم من نقطة مهمة، علشان الجلاش ما يتكسرش معاك ويبقى ناشف، بمجرد ما يخرج من الفرن انا بغطيه بالفوطة، ويفضل متغطي بالفوطة كده حوالي 10 دقايق، بيبقى طري قد ايه من جوه وجميل، ومن بره بيبقى فيه سنة قرمشة خفيفة خالص، لكن مش بيتكسر معاك. ده شكله، شايفين قد ايه هو طري جدا من جوه. دلوقتي انا هقطعه معاكم علشان برضو تطمنوا تشوفوا قد ايه هو جميل جدا. بصوا يعني واضح جدا ان هو طري، خليط التوريق ده على فكرة ممتاز جدا جدا، والتشريبة دي على قد ما هي بسيطة لكن ممتازة. سامعين القرمشة من بره مقرمش كده قرمشة بسيطة، ومن جوه طري جدا، ريحته وطعمه حاجة كده في منتهى الروعة والجمال. الوصفة دي من الاخر لازم تجربوها، ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو، بحبكم جدا جدا.